عليكم المشاهدين، كديرين بخير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم مع سعاد فلوغ. فيديو جديد اللي غادي يكون اليوم واحد الفيديو اللي هو مختلف بعيدا عن الطبخ وعن الكوزينه. المهم اول حاجه كنهدي لكم هذا الكويز ديال اتاي وهذه السيمنات اللي وسيادي. انا جيت اليوم بهذا الفيديو بغيت نتقاسم معكم الفرحه ديالي انني توصلت بالكود ديال جوجل ادسنس. مهم كما كتشوفوا الحمد لله بعد واحد التعب اللي كان صراحه حتى حاجه ما هي حتى حاجه ما سهله، ولكن الانسان دائما ما ييأسش لا دار شي حاجه في راسو ولا تعب عليها ولا خدم عليها، راه ضروري ما اكيد واحد اليوم غادي يوصل داكشي اللي بغى. وبهذه المناسبه كنشكر كاع البنات صحاباتي اللي ساعدوني وحتى الاولاد حتى هما، وكنشكر ناديه ديوكا دو ايطالي، كنشكر شيوات حكيمه، سينيوري تابيلا، سيستر ستايل تطوانيات، ام اسامه، خديجه وماهر في المانيا، حكيمه ديكوراسيون، البنات كاملين كاملين واحد بواحد، اميمه بوح، رواء، قناة رواء، أي واحد نتمنى أنني ما ننسى حتى شي وحدة فيهم، هادو كاملين صراحة. وأي واحد كيشاهدني وما كنعرفوش حتى هو كنشكرو بزاف بزاف لأنه كيخسر من وقته ديك الدقيقة ولا جوج وكيشوف الفيديو ديالي وكيخلي شي تعليق اللي كيكون إيجابي ومحفز، وحتى الناس اللي كيخليو تعاليق سلبية حتى نتوما شكرا ليكم، واللي كيديرو ديزلايك شكرا ليكم حيت نتوما خديتو من الوقت ديالكم ودخلتو هذاك، راه اصلا راه حتى هو مزيان ليا مادام انكم كتدخلوا باش انكم ديروا ديزلايك راه كتحسب مشاهده. المهم صراحه قلت علاش لا نتقاسم معكم الفرحه، وانا جاني هذا في الصباح وخرج بالفرحه ديالي والزوج ديالي، وكنشكر الاساس اللي كنت غادا نساه هو الزوج ديالي لي صراحه ساندني ومدعمني. يعني انسان راه ملي كيكون مخليك لا علاش، حيت اليوتيوب كياخذ لك من بزاف د الحوايج، كياخذ الوقت. وكنشكر الاولاد ديالي، حتى الاولاد ديالي حتى هما فين ما كان شي مشكل صراحه كي هما كيعرفوا كيفاش، المهم كيساعدوني في التصوير في بزاف ديال الحوايج. ونتمنى انني ما ننسى حتى شي واحد صراحه، وما ننساش واحد الاخت هي صفاء بن ابتسام، فلوغ هند، كاع البنات ساره كيتشن. المهم انا كنهضر معاكم وكنتفكر كيطيحوا لي الاسماء انا واللي نسيتو، راه كنشكر الجميع اي واحد تعرفت عليه وفي هاد المده وكان مساند ليا وتعرفت صراحه هاد اليوتيوب واخا فيه بزاف د الحوايج ايجابيين. تعرفت على ناس من جميع انحاء العالم تقريبا، من كل الدول، وصراحه وكتعمر الوقت ديالك. يعني انسان لا بدا فيه ما خاصوش ييأس، ماشي صافي غير يبتبان ليه الطريق انها صعيبه صافي وحبس، بالعكس خاصو واخا دوك الصعوبات خاصو يقول انا ضروري راني واحد اليوم غادي نوصل، وان شاء الله وبالتوفيق لصحاباتي كاملين. باش نقول لكم والله تلفت واللي بقى في الطريق وبقى تسنى حتى هي تدوز من هذه المراحل، اختي بالتوفيق ليك وان شاء الله تنتهي، الله يوصلك لداكشي اللي كتمني. وقلت لكم الزوج ديالي بما انه فرح معايا وقال لي صافي شوفي اشني بغيتي شي حاجه، مهم خرجت قبيله وتقديت مشيت قلت ليه تقديت حويجات ما نكذبش، تقديت حويجات راه نتا هما غنتقاسمهم معاكم فيديو. هذا جيت مشيت صيبت الاظافير ديالي نقيتهم، مع انتم كتعرفوا الطياب وداكشي كيوليو حياتهم ديك الصفوريه، وانا ماشي من النوع لانني كنستعمل دي ليغون في طرح عز عليا نطيب هكا بيديه. ومشي دابا واحد الاخت ديجا كانت دائما يوميا كنتلاقى بها كتقول لي الريحه ديالك زوينه، الريحه ديالك والو، وانا دائما كندير نوع ما كنعقلش، ملي كنلبس كنبغي نخرج راه كنهز اي ريحه كانت. وغدا حتى هي نصور لها ان شاء الله، نمشي نبدل عليا ونكمل الفيديو نصور لها داكشي اللي بارفان اللي كنستعمل.
وتنتوما نتمنى انكم ملي تشوفوا لي بارفان تكتبوا لي في التعاليق اين وحده كتعجبكم، واش تنتوما بحالي مضروبين على لي بارفان وعلى هادشي لي طالون لي ساك؟ حنا لي فام راه هادشي راه صراحه راه هو مدي لينا من بزاف د الحوايج، وكنبغوا دائما شي حاجه الريحه، راه اي مرا كنظن انها كتبغي الريحه. المهم احبابي هادو هما المشتريات اللي خديت نتقاسم معاكم. خديت هاد الباسكيت صراحه كتكون خفيفه زوينه من اديداس، خديتها هادي الثمن ديالها 950 درهم. خديت هاد التيشيرت غزال، هنايا القدام ديالو راه بحال الساطا، خديتو هنا ب 480 درهم كما كتشوفوا. هذا حتى هو 425 درهم، صراحه زويون عجبني. خديت هاد التيشيرت حتى هو في هاد اللون، قالو هو 350 درهم على هاد الشكل. خديت هاد البيل تا هو نواغ، عندو هذا بالكمام ديالو طوالين، هذا ب 525 درهم. خديت هاد البودي تا على هاد الشكل، تا هو من اديداس، في الظهر ديالو كاينه الطبعه ديال اديداس. المهم هذا ب 360 درهم. وخديت هاد الجينز ب 360 درهم حتى هو. واخر حاجه من اديداس هاد التيشيرت نواغ ب 360 درهم حتى هو، كيجي على هاد الشكل. المهم هادو هما المشتريات ديالي من اديداس، نتمنى انهم يعجبوكم. المهم بالنسبه لي بارفان، اول حاجه هاد كنستعمل هاد شانيل شونس، ثاني حاجه هادي راه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش لا فيبيل. هاد ميس ديور ليدي مليون، كاينه هاد غابرييل شانيل اللي خرجات هذيك داك العام هي الاخيره، وهاد ايف سان لوران حتى هي صراحه هادو كاملين صراحه انا كنحماق عليهم. لا غوب نواغ راه كلشي كيعرفها، وهاد بيغ بوازون دو ديور هادي كتحمقني انا من المفضلين عندك هي وعندك هاد اليا، لدرجه اليا كانت عندي الصغيره وخديت الكبيره ديالها. هادي حتى هي لانتيغدي ديال جيفانشي حتى هي زويونه، وكاينه بورجوا كتعرفوها هادي ديال زاديك فولتير حتى هي خطيره، وكاينه هاد كارتي حتى هي الريحه ديالها زوينه، وكوكو شانيل طبيعة الحال، كاين هاد الريحه اللي كتخرجات هي ديال ايلي صعب حتى هي راه زوينه صراحه، كنصح باي وحده ريحتها راه طوب. وكاين هادي ديال الارابيان سويس هاد ويسبير، وهذا حتى هو الويل ديال الارابيان سويس. اشني تاني ما وريتكمش، كاين هادي حتى هي كتعجبني ديال الالمان. وهاد كلوي هادي اصلا كنستعملها بزاف ما بقاش فيها. المهم هادو هما لي بارفان اللي كن حاليا اللي كنستعمل. وبالنسبه لهذا غير زيت ديال الشعر وديال لو كور. المهم هادشي اللي كاين في العطر اللي كنستعمل، وما عرفتش في باقي نعاود ثاني اللي تالف في الساك. وهذه هي غوبوس، هذه بالنسبه مع الا كنت لابسه سبور كتكون شويه فوق زعما شويه مجهده، ولكن ريحتها حتى هي زوينه صراحه. هي كوبوس هي خاصه غير بسبور ماشي كلاس.
مهم هذا ما كان اختي، نتمنى انك شفتي الروايح اللي كنستعمل وتخلي لي في التعاليق، يعني الا جربتي شي وحده منهم تخلي لي كيفاش جاتك. واستودعكم بالله، وبسلام عليكم، الفيديو مقبل ان شاء الله. باي باي.